وفي الإمارات دعوة لعدم شراء الأضاحي عبر مواقع التواصل أطلقها مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، الذي أشار إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عن عمليات بيع غير قانونية للأضاحي، مناشدا المستهلكين عدم الانقياد وراء هذه الإعلانات. النعيمي اعتبر تجارة الأضاحي عبر الشبكات الاجتماعية عملية غير قانونية لأنها تتضمن الشراء من أشخاص غير مرخصين.